أول سؤال باش نسألوه لك، احكي لنا كيفاش بديت مع الإعلام في تونس قبل ما تجي هنا القدم. بديت 98 في إذاعة شباب، بعد ما بديت إذاعة شباب 95، وقتها ما زلت ندرس سنة ثانية صحافة في الجامعة العربية للعلوم، ودخلت لإذاعة شباب في الفريق نتاع ذاك نتاع الرياضة اللي كان يشرف عليه وقتها سيمون درج بنياني وقيس رقاس. الفريق اللي فيه مع الأسماء اللي يعرفوها الناس الكل، في لبيب الصغير، زياد الخياري، عصام الشوالي، نجوى الطالبي، منى حمام، والأسامي اللي نعرفوها الناس الكل وقتها. بعد الخروج لهنا كيف جاء؟ والله جات ساعة تجربة أولى في 2008 في قناة أبو ظبي الرياضية. وقت أبو ظبي الرياضية مازالت ما خذيتش وقت الدوري الإنجليزي في كونتكس معين، فهمت؟ ولظروف عائلية، ممكن وقتها حتى أصحابي يعرفوا، نبيل معلول يعرفوا، روف يعرفوا، كل لأسباب عائلية وقتها على استقدام العائلة تأخر نسبيا وليت رجعت لتونس. انت اقل ظهور نقولوا حتى في الاعلام بخلاف ماتشات اللي تعديهم برابور بقيت المعلقين تاع بي ان سبور، هذا شو منك انت ولا شنو بالضبط؟ والله خيار وعلي لوم كبير من معناتها من صحابي، من العائله، حتى من ناس من الميدان، معناتها اللي انا اعلاميا ما نظهرش برشا، ما ننشطش على وسائل التواصل الاجتماعي، معناتها هذوما اليوتيوب، الانستغرام، ما نهبطش مثلا تتابعونني وماتشواتي وكل ما رغم اللي ولات حاجة لازمة، ممكن يقولوا لي لازمة، أنا ما نعرفش، بخل شوية، ما عنديش، حتى كي نهبط لتونس إجازة جيني دعوات من برشا زملاء في الإذاعات، نخير أنه ما نمشيش مثلا، فهمو. نجمو نقولوا حتى على مين اذا ماكش لاقي حظك برابور رؤوف خليف وعصام الشوالي؟ والله يتقال الكلام هذايا، ما ليه باش نقول لك عليه سلام. رؤوف وعصام وقت اللي جاوا للبيين عندهم انتشار عربي قبلي، انا جيت من تونس معناتها، هما كانوا في الليارتي، وقت الليارتي كانت عندها الحصرين، فماش قنوات، معناتها التوانسه والعالم العربي الكل يتفرج كان في الليارتي في تشامبيونز ليغ الافريقي ولا تشامبيونز ليغ الاوروبي وكاس العالم، وكل وقتها كان عند الليارتي. وقت اللي انتقلت الحقوق للبيين، معناتها هما جاوا للبيين عندهم انتشار عربي، عندهم قاعده جماهيريه كبيره، وانا كي جيت الحمد لله يا ربي معناتها تو 11 عام في البيين مش لاقي حظي، ليه معناتها لاقي حظي؟ باش نقول لك البيين راهي ماهيش قناة تونسية، البيين قناة عالمية، ويلزم يكون فما تنويع على مستوى المعلقين والجنسيات، ما تنجمش أنت تقتصر على معلقين مثلا توانسة، اللي نحنا اللي يمكن معلومة أنه نحنا أكثر عدد على مستوى المعلقين، ثلاثة توانسة نحنا في القناة، باقي معناتها الجنسية تلقى معلق اثنين على أقصى تقدير. نتسمى معناتها محظوظ انه ثلاثة توانسة والحمد لله يا ربي معناتها نعلق، لكن هذا قلت لك نرجعوا دائما للانتشار العربي اللي عندهم، وهذا مفهوم انه القناة معناتها تحب تروج لنجومها معناتها عادي جدا. فما تقسيم بين معلقين صف اول، معلقين اقل شوية، وقتاش نشوفوك تطلع الباليه ذاك هاي موجود الساعة ولا لا؟ وقتاش نشوفوك تطلع كان موجود بالفعل؟ هو موجود معناتها، حتى حد ما ينكر، فما في العالم الكل وفي الميادين الكل موجود ليفل 1 فهمت. ان شاء الله ان شاء الله، هي شنية معناتها فرص، ان شاء الله واحد ياخذ فرصته، رغم اللي معناتها في قناعاتي اي معناتها اي ماتش اي خير ما نعطيه نفس الحق، ماتش كبير ماتش صغير ما عنديش خليني يكون صريح معك، ما عنديش العقدة متاع هذا كبير، نعرف إمكانياتي الحمد لله يا ربي، نعرف إمكانياتي اللي ممكن ما يعرفوش برشا عباد، خادم أكبر التظاهرات الرياضية، عملت ألعاب أولمبية في أثينا 2004 من أثينا، عملت كأس العالم 2006، معلق نهائي أمم إفريقيا 2004 في تونس، معلق مباريات قعدت في الذاكرة يمكن نتاع الجمهور التونسي اللي يعرفني الحمد لله، نتاع هدف بوكونغ اللي قعد لتوا، ماتش جرجيس، ممكن اللي نجوم
نجوم يتمناو يعلقوا على مباراة فيها الجمهور هذاك. ما تفهم معلقين نجوم ممكن مسيرته تنتهي وما يعلقش على مباراة في ملعب كما ملعب رادس نهارتها في 2008 متاع مات جرجيس والكلوب. العلاقات بينكم كيفاش كتوينسة خاصة ديما يتقال بشكل ماد عليه؟ والله قلت قبل وسرحت بيه ما نعرفش منين يجيبوا فيه الحديث معناتها هذايا. ما انا شخصيا ما عندي مشكلة مع حتى حد والناس تعرف معناتها نتعامل مع الناس كل كيف كيف صاحب الناس كل ملي كنت في تونس ما عنديش هذه المشاكل وال معناتها مع حتى حد من الزملاء والحمد لله. صاير بشكل كلام لماذا هذايا على حفيظ الدراجي وتعليقه على المنتخب التونسي والاعتراف حتى انه يكره التوانسه وكيف كيف حتى قبل الدرجه الرياضي التونسي. انت اكيد تعرف مليح الشخص واكيد عفوا ما كونتاكت بيناتكم، اولا حكيتوا في الموضوع ولا لا وشنو هو موقفك من الكلام هذا؟ والله شخصيا حفيظ علاقتي به علاقه صحبه ونقول لك معناتها من اقرب الزملاء والاصدقاء، يعرف حتى العائله حفيظ ونعرف عائلته فما قرب كبير. يكره التوانسة مش صحيح، ما نعرفش انا ما سمعتوش معناتها يمكن تجيب بالصدفه انه كي يبدا يعلق على مباراه فريق تونسي ولا المنتخب نكون انا زاد نعلق، ما سمعتوش. يوصلني كلام ونشوف ردود الافعال على الفيسبوك، ندخل نثبت نلقى فريمو فما كلام ما تقال، ما تقولوا قال وقال بعد نرجع نثبت نشوف بكشي قال نقا ما قالش، فهمت؟ بون هو في طريقة ممكن تعبيره على كلمة منتخب دارنيرمون تعيس جدا تعيس وصارت بروفوكاسيون باش قال جدا معناتها من غير ما نرجعوا للتفاصيل، ممكن هنا شوية تعيس جدا. أنا ما نتصورش أنه يقصد معناتها التعاسة في يحكي كورة معناتها، وأكد 20 مرة في أكثر من تصريح أنه ما يقصدش تونس، ممكن يحكي كورة نهارتها الفريق. وأنا سمعته قبل يحكي حتى على أندية جزائرية ومنتخب جزائري كيكون مش في نهاره ينتقدوا زادة أكثر ممكن من كلمة تعيس ولا تعيس جد. وانت كيف شفت المنتخب التونسي في البطولة هذه؟ والله أنا عندي رأي، المنتخب التونسي من المنتخبات المحترمة في كأس العربية هذه. بون صار اكسيدون في مباراة سوريا وحكينا فيه، معناتها كي تقبل بونتو في اول 5 دقائق ما زلت مراهوش تدخل دوزيام ميتون تقبل بونتو اخر في اول 4 دقائق ورقة حمراء، ما نتصورش تنجم ترجع والساقين تجاوب، فهمت؟ هذاك الواس عابد ردة فعل كانت باهية في ماتش الامارات، ولو انه زاد فما شوية تراجع في الشوط الثاني، هذه الرجعة التالي نتاع 1-0 1-0 وما ما تضمن لكش الانتصار، تبقى ديما فما ريسك نتاع انه يرجع عليك المنتخب. وحمد لله مرت سلامات، توا كل مباراة ومباراتها توا باش يبدا صحيح، معناتها باش تلقى منتخبات من الوزن الثقيل باش تتنافس معاهم انطلاقا من ربع النهائي وربي يوفقهم. شنو توقعاتك للبطولة؟ شكون المنتخب شد انتباهك؟ شكون تعتبره المنتخب المرشح للفوز؟ والله تو اللي حسب ما شفت المغرب، معناتها المغرب أداء ونتيجة، المنتخب الجزائري، تونس تتروشك شوية أمور، مصر ديما يقعد، حتى فما شكون قال أنه ماهوش في أفضل حالاته، وما مصر في المواعيد الكبار هذوما ينجم يقلق. والمنتخب منتخب بلد المنظم اكيد، منتخب القطري بالجيل هذا الممتاز ممكن يحب ياكد احقيته بتنظيم كاس العالم وياكد الجماهير وانه قادر وحاضر باش للموعد الكبير هذا. قاعد تتبع في الكره في تونس؟ نتبع مش برشا ما نتبع. انت من نوع المعلقين ما يحبوش يقولوا عن انتمائهم ولا نجموا نعرفوا شنو هي جمعيتك؟ لا عادي، جمعيتي واصحابي كل يعرفوا الترجي الرياضي التونسي، ولو انه اغلب اصحابي ممكن حتى ارجع لاصحابي اكثريتهم من النادي الافريقي، ممكن قعدت شويه شفعلي معناتها يعرفوني سبيرونتيستا ما شفعلي بونتو بوكونغ ومات جرجيس. وذاك البونتو حتى في سونورين تاع تليفونات، حط في سونورين تاع تليفونات فتره ذيك، والفتره ذيك كان فما عباد يقولوا لا ما هو ما يحبش ترجي يحب الافريقي، وست حتى فما
فما بعد ما يحبوش يقولوا انت عايش شوي خشوة متاع ما تقول وما يهمكش معناها عادي. فما هو شخص ما عندوش جمعية ما تكتخاب شنو نحب المنتخب ولا نحب نحن توانسة أو حتى هنا في الخليج عندهم يقول لك برشلوني ولا مدريدي وهك ساعات كي نبدأ داخل الخدمة الخليجيين بصفة عامة والمشارقة يقول لك انت مدريدي برشلوني تحب يوفي تحب ميلان نقول لهم راهو نحن في تونس الامر مغاير راهو لا نحب لا برشلونه لا ريال مدريد لا ميلان نحن في تونس راهو عندنا جمعيات معناتها كبار نحبوها تلقى اللي يحب الترجي اللي يحب الافريقي النجم الصفاقسي معناتها ماناش ما عندكش معناها جمعيه في العالم تقرب لك هكا ليه كل كيف كيف ليه كل كيف كيف